يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك فرح. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون مليان بالصحه والخير والتفاؤل. اكيد خلصت تقريبا الامتحانات، مو بقيان شيء مثل ما بيقولوا فرح. ثلاثة اخر ماده ان شاء الله هيك هالسنه تكون النتائج مرضيه. صح كان شوي الظرف صعب وكان في انقطاع كهرباء وموجات حراره مرتفعه، بس ان شاء الله يا رب الكل يحقق يلي بده اياه. نهار جديد يكون مليان خير وصحة ويسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك سلمى وصباح الخير لكل الناس، لكل السوريين وخاصة للطلاب يلي مثل ما قلنا توجهوا لقاعة الامتحان. يا رب كل التوفيق لكم، ومثل ما منقول سلمى يجبر بخاطر الأهالي يلي وقفوا كل ساعة وكل دقيقة بجانب أولاده لحتى تكون النتيجة مرضية. وأكثر من هيك بدنا نتمنى لكم صباح حلو. رافقونا على مدار ساعة وربع من الوقت بعد الفاصل. حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب، حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب، انت عني بالدنيا انت عني بالدنيا، البنا وعز الطلب تسلميني 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 تسلميني، ابوس ترابك يا حلب هلا فرح. رح نروح لمعلومات جديده وغريبه يمكن لاول مره بنتعرف عليها بهل تعلم. هل تعلم ان الاقوال الجميله واللطيفه التي قد تسمعها لا تعبر عن الحقيقه دائما، وانما الافعال الملموسه هي اصدق تعبير للمشاعر، وعلى ذلك لا يجب أن تصدق الكلمات التي تسمعها أبداً، بل عليك النظر لفعل وسلوك الشخص تجاهك لتعرف حقيقته الفعلية. وهل تعلم أن أسرع أنواع النساء بكاءً هي تلك التي لا تستطيع شرح ما في قلبها، أكان ذلك في لحظات الحزن الشديد أو خلال الفرح الشديد؟ هذا النوع من النساء يتميز بصفات أخلاقية نادرة، منها الوفاء والكرم والإحساس بالآخرين. وهل تعلم أنه كلما زاد المال الذي ينفقه الرجل والمرأة في حفل الزواج، كلما زاد احتمال طلاقهما في النهاية؟
وذلك لأن إنفاق المال في الحفل يعني أن العلاقة محكومة بالمظاهر فقط، والعكس صحيح بالنسبة للأشخاص الذين لا يهتمون كثيراً بذلك. وهل تعلم أن تعاملك بلطف مع شخص تكرهه قد يعتقد البعض أنه يعني بأنك منافق، لكنه في علم النفس يعني بأنك ناضج وواعي بما يكفي لتحمل هذا الشخص. فإجمالاً، كلما زاد وعي الإنسان أصبح يتقبل الآخرين ويعاملهم بإحسان حتى مع أولئك الذين يصنفون أنهم أعداء. وهل تعلم أن الأم هي أكثر شخص قادر على فهم صمتك إذا ما كان طبيعياً أم وراءه شيء ما؟ وهي كذلك أكثر شخص قادر على مشاهدة الألم والحزن في عينك، فالأم لديها قدرة بيولوجية طبيعية على الإحساس بمشاعر أبنائها مهما تقدموا في عمرهم. أما هلا سلمى، بننتقل رحلة لمجموعة من الأدلاء السياحيين من عدة محافظات وفريق من رواد الثقافة والمهتمين، بالإضافة لمدراء السياحة والآثار في إدلب، حماة وحلب، إلى عدد من المناطق الأثرية والسياحية في إطار العمل الجاد لإعادة إطلاق السياحة الثقافية في سوريا. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في حلب مصطفى كوسا. في إطار العمل الجاد لإعادة انطلاق السياحة الثقافية في سوريا، انطلقت رحلة لمجموعة من الأدلاء السياحيين من عدة محافظات وفريق من رواد الثقافة والمهتمين، بالإضافة لمدراء السياحة والآثار في إدلب وحماة وحلب، إلى عدد من المناطق الأثرية والسياحية السورية، انطلاقا من محافظة حلب إلى كل من إبلة وأفاميا ومتحف معرة النعمان والأماكن الأثرية والسياحية في مدينة حماة، للتعريف بأهميتها والتي تشكل جزءاً من الهوية السورية وتاريخها. نفذنا رحلة كتير ممتعة، كتير مهمة تاريخياً، ثقافياً، حضارياً، سورياً. ابتدأنا بأفاميا، زرنا مدينة أفاميا، ثم انطلقنا إلى مدينة حماة، ومن مدينة حماة إلى متحف معرة النعمان الشهير، ثم نختم هذه الزيارة في مدينة إبلة. المهم أكثر أيضا استصحاب هذه الفئة أو النخبة من الأدلاء السياحيين المرخصين وزارة السياحة، ليكونوا طبعا هي العين للأجنبي، لأنه السائح وقت بيجي لسوريا مثل ما بيفرجي السائح بياخذ صورة عن البلد. رافقناهم إلى مدينة شيزر وقلعة شيزر، مرورا إلى مدينة حماة، والآن يتم مشاهدة نواعير حماة والاستمتاع بالمواقع الأثرية الجميلة، ونحن بذلك نعمل على تشجيع السياحة الداخلية واستقطاب السواح سواء من الداخل أو الخارج. الجولة شملت مناطق أثرية هامة، حيث تم تقديم شرح مفصل من متخصصين، كمتحف معرة النعمان الذي يمتاز بالموزاييك، ومدينة أفاميا التاريخية وأهميتها بالنسبة للسياحة الداخلية والخارجية، وخاصة قبل الحرب على سوريا وتاريخها. هذا الموقع الكبير والذي بني في الفترة اليونانية أو السلوقية أو الهلنستية هو من الأشهر المواقع الأثرية في سوريا عالميا وسياحيا، حيث كان يستقطب مجموعات كبيرة من السواح، ونحن الآن نقوم بجولة ضمن المدينة. مملكة أفاميا الأثرية طبعا هي من أهم المواقع والممالك، طبعا نحن بنعرف المواقع الأثرية حوالي 33 موقع بسوريا بشكل عام، فنحن كزائرين سوريين بالمقام الأول وكأدلاء سياحيين أكيد بنحرص على أنه نزور هاي المواقع اللي هي بتشكل تراثنا المادي وتراثنا الحضاري. هذه المبادرة لاقت تفاعلا كبيرا من المشاركين فيها، كونها قدمت الكثير من المعلومات والحقائق لهم، وستساهم في نقل الصورة بشكل دقيق وحقيقي عبر تفعيل السياحة الداخلية والخارجية. مصطفى كوسا، الإخبارية السورية، حلب.
أما هلا فرح رح نروح لمحطتنا الاجتماعية. كثير مننا ممكن يمر بوسط المحيط تبعه سواء الأسري أو الاجتماعي أو حتى بالعمل ويتلقى بعض الكلمات وهي الكلمات يكون لها أثر سلبي كثير وتولد حالة من الطاقة السلبية عند الشخص، فإذا سكت عن الموضوع اعتبروا أنه هو قام بالعفو، وإذا ما سكت وحاول أنه هو ينتقم فهذا الشيء لوحده رح يولد عنده طاقة سلبية. وأساسا سلمى في ناس حوالينا ممكن نشعر فيهم هن عندهم هي الطاقة السلبية، صحيح. عندهم يمكن أوقات رغبة أنه يكسروا من معنويات الشخص الآخر، البعض منهم يمكن كمان ما بيحس بمدى الألم والوجع اللي ممكن يتركه بنفسية الشخص الآخر. هون دورنا نحن كيف نقدر نتجاوز هي العقبات يلي بنسميها عقبات نفسية، أحيانا هي مستحيل نقدر نخليها تأثر على حياتنا على عملنا وعلى نجاحنا وطموحاتنا، كيف بنقدر نتجاوزها ونتصرف بطريقة صح مع هدول الأشخاص اللي ممكن نسميهم أشخاص محبطين؟ هذا الحديث رح نحكي عنه بالتفصيل مع دكتورة شفاء صوان. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحكم. يا صباح الورد والخير والإيجابية والناس الرائقة. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة شفاء. خلينا نبلش ونتعرف من حضرتك يعني مفهوم التجاوز أو معنى التجاوز، أنه شخص يتجاوز الإساءة أو يتجاوز موقف سلبي مرفي أو العديد من خليني أقول الكلمات اللي ممكن هي تكون محبطة مثل ما قالت فرح، شو هو معنى التجاوز بالبداية؟ التجاوز أني أنا أطلع من أي تجربة لو كانت سيئة أو قاسية بأفضل طريقة ممكنة، أتعلم وأترك وتجاوزها، أتجاوزها لمكان أفضل، لتفكير أفضل، لطريقة تعامل أفضل فيما بعد إذا مر علي هذا الموقف نفسه ذاته كيف أتعامل. يمكن أنا ما أتصرف بوعي بلحظتها بس بالموقف تاني حأتصرف بوعي أكثر مع شخص تاني حكون عم بنمو وتطور بعدها، هي هي التجاهل. أما الإنسان اللي بيضل بنفس الموقف حيجذب كمان مواقف بتشبه هذا الموقف اللي هو وقع فيه وحيزيد الألم وحيزيد المعاناة وحيزيد قصص كتير بحياته والأفكار السلبية هو بغنى عنها، بينما التجاوز اللي هو خلص هي مرحلة وبتمرق بيتعلم منها وبتجاوزها للأفضل. هلا دكتورة إذا نرجع شوي للسؤال، ليش في أشخاص هنا فعلا فينا نسميهم أشخاص محبطين، يمكن بيتعمدوا الإساءة بيتعملوا انتقادات سيئة خاصة لما بيشوفوا بعض الأحيان شخص ناجح أو شخص محبوب من قبل الوسط المحيط، فهم بيتعمدوا الإساءة وبيكون في وقع وأثر سيء ما فينا ننكره. هلا هو هدول الناس بيكون عندهم مشاكل وامراض نفسيه داخلهم، هي يمكن بالصغر اجت او ممكن بالحياه ممكن عن طريق اي شيء. النظره اللي لازم ننظرها لهم نظره اشفاق مو نظره كره او ازدراء، لانه هن كمان حيحسوا اذا نظرتي لهم نظره انه انت زعلانه عليهم لانه وصلوا لهي المرحله من الاساءه للاخرين، او انه انا لا انا بحقد عليكم بكرهكم ما بحبكم لانكم انتم اشخاص سيئين احبطتوني كذا كذا. لا، هن بالعكس اوقات الانسان السلبي والمحبط هو محفز لحتى نحن نكون ناجحين اكثر، لحتى نثبت له انه نحن مو مثل ظنك اللي انت بتفكره. نثبت له اذا كان شخص مهم ممكن او قريب بحياتنا، اما اذا كان شخص غريب او ممكن نلتقى فيه مثلا بميدان العمل او قربه بعيده مثل ما بنقول، فقد ايه التجاهل هون مطلوب؟ التجاهل مهم جدا، واذا بدنا ننتقم بنجاحنا، يعني هون وقتها مفهوم التجاهل حقيقه الانسان المتوازن خلص بيطنش، يعني مثل قصه الضفدع الاصم يلي هو لما كانوا بسباق الضفادع تجاوز قالوا له انه ما بتقدر تطلع على القمه، بعدين اكتشفوا انه اصم. الفكره نفس الشيء، نحن لما بنصم اذاننا عن الناس المحبطين وبنسمع للناس الايجابيين اللي بيحبونا بجوز او بيشوفوا كمان المحبطين اوقات او الناس السلبيين بجوز بينبهونا على شغلات المحب ما بيشوفها، وعين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساوية، يعني اوقات شيء سوء فيكي مثلا مين بيظهره مثلا كلام اللي ما بيحبك مو كلام اللي بيحبك، لانه اللي بيحبك اصلا ما له شايف هذا الشيء يعني. اكيد. طيب دكتوره شفاء، يعني عاده بتبلش هاي المشاكل مع الاطفال ويعني الكبير بالسن ممكن التجارب والحياه بتعلمه انه كيف يتجاوز او يتجاهل وثقته بنفسه للشخص بتساعده انه يتجاوز كثير من المشاكل او الطاقات السلبيه اللي ممكن يتلقاها من الاخرين. تمام. اما الطفل فهي بتاثر كثير بنفسيته، ممكن يكون تاثير
تأثيرها سلبي. ممكن نشوف هذا الشخص اللي تعرض مثلا للتنمر أو للحديث بطريقة غلط، ممكن نشوفه بالكبر أصبح هو متنمر ردة فعل على اللي صار فيه بالطفولة. إذا إجا لعندك طفل وقال لك أنا مثلا رفيقي بالمدرسة حكى عني أو نبذني أو أو أو، كيف لازم يكون التعامل؟ بقول له اتركه طنشه ولا خد حقك، شو الطريقة؟ بصراحة أنا شفت شخص فاقد تقريبا نصفه السفلي كل مشكلة في الذنب، يعني هي من الولادة بتجي، فهو الفكرة كانت أمه كتير إيجابية، كان لما يعيبوا عليه ويقولوا له شكل الضفدع والسمكة واواوا كان يتقله أنه أمه أنت إنسان عظيم، أنت مميز بالشي اللي أنت فيه، أنت كذا أنت كذا، تعلم شغلات كتير، ساوي شغلات كتير طبعا، ومثله متايل طبعا. هون دور الأهل كتير مهم بانه نحن نثبت للولد، يعني كثير اولاد بنحس ما بيكون ما في عندهم اي مشكله يعني، لكن المشكله الوحيده انه نظره الاهل الازدرائيه لهم. فاذا انت ازدريت اولادك فلا تعتب على الاخرين لما بيزدرون او يتنمروا عليهم، لا ندعي انه المثاليه لما نحن بنكون انه انا مثلا ابني مثلا بيجي بيقول لي انه تنمروا علي، وانا اصلا يمكن عم بتنمر عليه بالبيت باوقات معينه على شكله او تصرفه او شيء معين. فالفكره الام هي الاساس اكثر من الاب. ليش انا عم اقول الام؟ لانه الام هي اللي الملاصقه للطفل، يعني اللي هي دائما معه، اللي هي دائما لازم تكون الدعم والسند والحب والاحتواء، وحتى انه انت افضل انسان بالعالم، انت انا ظني فيك هيك. مستحيل طفل يخيب ظن اهله وهو ظنه فيه صح. دائما الطفل لما بينحرف اهله اساءوا الظن فيه، فهو بيصير بينحرف في هذا الطريق اللي هم اساءوا الظن فيه. بينما كل ما نحن احسننا الظن، مدحناه بالشغلات الايجابيه اللي موجوده عنده. شو موجود عنده ايجابيات؟ مثلا ذكي اجتماعيا، ذكي عاطفيا، عنده ذكاء مهني وسلوكي وهيك قصص، فنحن بنركز عليهم هدول لحال القصص المعايب يلي ممكن نقول معايب او اختلافات، هي لحالها بتتلاشى وبصير بيركز عليها، هو بصير شخصيته قويه وواثق من حاله، حتى ما بيفوت بنزاعات ومشاكل. يعني في اولاد بيقولوا لامهم انه روحي خانقي فلانه او خانقي ابن الجيران او كذا، لا ما نعلمه انه العدوانيه اتجاه، حتى وقت نحن مثلا يخبط الطاوله او شيء، اضرب الطاوله او اضرب الارض او كذا، لا لازم تتحمل مسؤوليه وتفتح عيونك. هي الفكره، مو انك انت تضرب الطاوله والكذا مشان نضرب العالم مشان نرضيك. الفكره انه نحمله مسؤوليه الاخطاء، لانه ما في خطا، مشان يعرف انه بالحياه كل شيء سبب له نتيجه، كل شيء سبب له نتيجه، مشان يتجاوزها بطريقه افضل ويتطور وينمو، ما يضل بمكانه. دكتوره، لما بنحكي عن انواع التنمر يلي للاسف المجتمعات كافه بتعاني منها على اختلاف حجمها يمكن وانواعها واشكالها، اليوم لما بنحكي عن تنمر من اقرب الناس لنا، ممكن تكون ببيت واحد من اخ من ام من اخت، اوقات ممكن تكون من زوج لزوجته او العكس، كيف نقدر نتصرف مع هذا النوع بالذات من التنمر؟ لانه نحن يمكن على تواصل يومي مع هدول الاشخاص للاسف، وكلماته نحن بنحسها هي الاصدق بتوصيفنا، فنحن كيف بنقدر نتصرف؟ لا مو هي الاصدق، هي ممكن نحس بهذا الشيء. تمام. المشكله انه يمكن اقرب الناس لنا لدائرتنا بالذات لما بيكون بعمر اصغر هو بيصدق، حتى لو كان طفل او مراهق، وهي كثير خطيره هي القصه، التجاهل والتجاهل والتجاهل. اني انا اعرف حالي شو انا لما بعرف حالي اني انا بدها نضج لحتى يكون هذا التجاهل موجود ووعي كثير كبير. ما بدها شيء، نوقف على المرايه ونمدح حالنا، نمدح حالنا بالشغلات اللي فيها، نمدح شكلنا، نمدح عيوننا، نمدح اخلاقنا، نمدح الشغلات اللي مميزه فينا، نمدح عقلنا، نضل نوقف على المرايه ونمدح حالنا. اهلنا يمكن بالغرفه الثانيه عم يتنمروا علينا، نحن بهي الغرفه عم او ممكن مو على الغرفه بتختنا عم نطلع على المرايه ونمدح حالنا، نشكر حالنا، نشكر الاشياء الحلوه الموجوده بحياتنا. الامتنان والشكر لاي شيء نحن عم موجودين فيه هو حيزيد ويفيد، وبالتالي هن اصلا رح يتراجعوا، لانه التنمر هو قابليه للتنمر. يعني هل انا قابل للتنمر؟ لانه لما انا بتاثر، ليش لما بيقولوا لك انه تجاهل الطفل لما بيعمل شيء سيء؟ لانه اذا ركزتي عليه هو عم يعمل شيء سيء هو رح يزيده. نفس الشيء الاهل او الرفقات الشغل او رفقات المدرسه او هيك، فلما بيتنمروا علينا تجاهل وكانه شيء لم يكن، يعني اضربوا بكلامهم عرض الحائط. فلما الانسان بيتعامل معهم بهي الطريقه بيلاقوا اول مره وثاني مره بس استفزه، هو الشيء المتنمر يلي بده اياه من الاخر هو الاستفزاز. لما انت ما بتعطي اي رده فعل نهائيا عن هذا الشخص فهو خلص رحل بسلام، وما عاد ابدا ثاني مره، لا ثاني مره ولا ثالث مره، لانه حيصغر.
لانه بوقت من الاوقات هو كثير حيصغر قدام العالم لانه هو عم يتنمر وانت ما عم تردي عليه نهائيا، فهو حتى بحد ذاته لحاله بيصغر، حتى قدام حدا اذا ساواها كمان بيصغر بحد ذاته ما عاد يعيدها نهائيا. طيب دكتوره، كمان اوقات بيقولوا لك الشخص اللي كثير بيتسامح او بيطنش الناس بتفكره انه هو ضعيف او ما انه قادر انه هو ياخذ حقه او ما بده يرد، ما بتعتبر انه لا انه انت عم تتجاهل لانه ما بدك تشغل بالك او انت عم بتسامح لحتى انت ترتاح بالاول، بتفكر انه خلص انا ايمت ما كان بحق لي احكي وايمت ما كان بحق لي اني اسيء لهذا الشخص ولو بكلمه مثل ما بيقولوا. تمام. هلا في فكره، اما في شغلتين، اهم شيء انه بوقت الاستفزاز نفسه ذاته لا الانسان يعمل اي رده فعل، بيجي موقف وراح تردي له اياها بتجي كثير قاسيه عليه، لكن بالموقف المناسب والمكان المناسب والزمان المناسب، هذا هي القوه. القوه مو الرد، ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك عند نفسه وعند الغضب. انا ملكت نفسي بهي اللحظه، بس ممكن يعني لي صديقه زميله كانت بعملي كانت كثير تسالي، فانا تركتها لموقف مناسب، هذا الموقف دغري بس اجت مثل الصاعقه عليها، بس اجت كانه كلمه، يعني مثل ما هي كانت عم تتصرف بطريقه مسيئه انا تركت لها، انا بلحظتها يعني الحكمه انه انت بلحظتها انك انت تعملي سلام، ما تعطي اي رده فعل، بس في وقت مناسب رح تردي عليها، بس حتكون الرده كثير قويه بموقف معين، تكون مثلا مارقه في حدا معك كذا هيك، يعني تجي يعني مؤلمه بالقدر اللي هي ألمتك فيه، بس بوقت مناسب هي اصلا رح تنصدم. الشيء الثاني كمان التجاهل، نحن ما بنهدر وقتنا وجهدنا وعقلنا وقلبنا، ما بنوسخ قلبنا مع ناس قلبهم ملوث، ليش نحن نوسخ قلبنا؟ فكرة التسامح هي فكرة كثير راقية، مو فكرة ضعف، بالعكس انه العفو عند المقدرة، لما انا بقدر اني انا رد، بقدر لما اني رد يمكن اساءة اكثر معناتها انا فيني رد عليك، بس انا لما ما برد ابدا انا اول شيء ما هدرت وقتي وجهدي بالملاسنة، وشغلة ثانية انا ما وسخت قلبي، لانه دائما لما الانسان بيرد وبياخذ وبيرد في رح يصير نكتة بالقلب، رح يصير انسان يتلوث داخليا، لا ليش نقاء وتسامح وتغافل وتجاهل؟ ليس الغبي بسيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي، اوقات التغابي قمه الذكاء، انك انت تتغابي لهذا الشخص انه تتجاهلي تتجاوزي افضل من انه تردي وتهدري وقتك ومشاعرك وعواطفك وروحك بشيء غير مجدي. للاسف نشوف دكتوره كثير من الاشخاص المتنمرين مثل ما بنسميهم بيدعوا انه هن اشخاص صريحين بيقدموا انتقادات بغرض المحبه، وقحين بغرض المحب المحبة. لا ينصح على الملأ، المحب ينصح بينك وبينه. تمام. حتى لما بيكون في هي الخصوصية وبننصح شخص بينه وبينه، قد مهم انتقاء الكلمات المناسبة. تمام. كيف بنقدر نفرق بينه وبين التنمر؟ يعني أنا هلا بحب سلمى، فما بقدر أجي أجرحها بكلمات يمكن هي، أنا بعرف إنه هي ممكن تأثر عليها بحجة إنه أنا عم بنصحها. خلينا نركز على هي النقطة، الفرق بين الانتقاد والتنمر. أي شيء بيأتي بحب سنشعر به، يعني الطفل لما انا بقول له بحب انه انت مثلا ليش موسخ حالك، روح غسل ايديك وكذا، غير لما بقول له شو هالقرف شو هالكذا لازم تغسل ايديك، هو رح يلاقيه هون مو حب، هون عم نتنمر عليه، بينما بالمقابل انه انا لاني بحبك حبيبي روح غسل ايديك الحلوين اللي انضافي وبشو قلبي وكذا، كل ما زدنا جمال الكلمات وجمال المشاعر يلي نحن عم نعطيها للاخرين وقت النصيحه، هي على مستوى طفل حتى على مستوى كل شيء حوالينا، لما نحن نتشكر يعني في ستات كبار بيقولوا انه انا لما بتغسل لي غسالتي بقول لها شكرا لانك غسلتي لي، تخيل على هذا المستوى قد ايه هذا وعي عالي، على فكره لما انا بشكر اي شيء حوالي تختي اوضتي شباكي بيتي اللي انا ساكن فيه، يعني على مستوى الجمادات كيف على مستوى البشر حنأثر فيهم اكثر، لان 70% مي، فما نحن يعني مخلوقين من ماء، فقد ايه رح ياثر الماء يعني لما نحن بنحكي كلمات ايجابيه حب كثير كبير، قد ايه مثلا هي النصيحه حتكون لها اثر كثير كبير. انا بتذكر بمرحله من المراحل بالمتوسطه كان في رفقاتي كانوا شاغبوا، انا ما كان لي دخل معني، انا كنت شاغبه بس بهي القصه ما كان لي دخل، بس صار في قصه ظلم وكذا، مسكتني انسه لهلا كم الحب والاحتواء والاحتضان يعني اللي كان بهي الموقف انا ما بنساه لهلا، يعني انا بعد 20 سنه ولساتني انا متذكره هذا كم الحب اللي هي اعطتني اياه بهذا الموقف. هو فعلا بيترك اثر طيب وحلو بالنفس، ممكن ما ننساه. والعكس تماما كمان، يعني بنشوف كثير اطفال مثلا ممكن تغير مسار حياتهم كله بسبب استاذ تماماً. سيء بالتعامل او غير هيك. طيب قد ايه بتشوفي انه التجاوز له علاقه بطبيعه الشخصيه نفسها؟ يعني كل ما كان الشخص متوافق مع نفسه، عارف
عرفان يتحكم بمشاعره مثل ما بيقولوا، وكان شخصية ناجحة هو قادر على التجاوز والتجاهل. الوعي أهم شيء، الوعي. كل ما زاد الإنسان وعيه كل ما زاد تجاوزه، كل ما زاد حبه، كل ما زاد معرفته، وكان عنده حكمة بمعرفة أي شيء عم يمر علينا. هو مو عبثي، هو كل شيء عم يعلمنا ويطورنا، لحتى أنه نحن حتى هذا الإنسان السيء اللي مر على حياتنا هو شيء ليخلينا أقوى، ليخلينا أجمل، ليخلينا نتسامح. كيف أنا بدي سامح ما مر على حياتي شخص سيء ممكن أذاني أو تصرف معي تصرف سلبي؟ لا، أنا بسامحه وبتجاوزه وبمتلى بالحب، لأنه الحب أقوى المشاعر. بعدين لما بيتجلى الحب بحياتنا كل شيء بالكون رح نقول له كن فيكون، لأنه ما في إنسان محب الحياة وصادق بمحبة الآخرين ومحبة ذاته إلا الكون رح يفتح له كل أبواب، رح يصير عنده استحقاق. لأني أنا محب ومحبوب. الطفل أصلاً من أول ما بيولد بيقول لحاله أنا محب ومحبوب. لهيك بنلاقي حتى الحيوانات الصغيرة لما بتكون ببيتنا أو لما بتكون زرايع جديدة أو كذا، فنحن من قدام نعطيها كم من الحب لحتى تكبر. الطفل ما بيكبر بالأكل والشرب أبداً، بيكبر بالكلمات الطيبة، بالحب، بالاحتضان. قدين احنا عم نلمسه، قدين احنا عم نأثر فيه، قدين احنا عم نتفهمه، قدين عم نتقبله. التربية أبدا هي كلها، يعني تخيلي إذا تركتي أي طفل بدون أي حب أو رعاية هو رح يتحول لمجرم. يعني أنا مرة شخص بيشتغل بمكان معين بس لأنه قال لحدا عنده يا ابني، انبحت بالأرض قال لي، وصار يبكي بشكل هستيري. قال له أول مرة حدا بيقول لي يا ابني، هو كأنه كان عنده ظروف معينة كتير سيئة. فتخيلي قديه هو قلبه بكلمة 180 درجة بس لأنه قال له يا ابني. يعني الفكرة قديه في ناس محتاجين للكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة بالعكس بتزيدنا ما بتنقصنا. يعني إذا سلمنا على الناس حوالينا بنعرفهم ولا ما بنعرفهم، إذا حبينا الناس حوالينا ساعدناهم، حدا بطريقنا وصلنا، حدا بطريقنا ساعدنا، ست كبيرة لقيناها حاملة غراض نساعدها بطريقنا، هذا بالعكس هذا كله رصيد. لأنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أي احتياج بتقدمه للآخرين رح يكون، رح تجي الأقدار والأحداث والأشياء تجي نفس الحاجة لإلك وتلبي لك إياها بدون حتى ما تطلب. تمام. هلا لما بدنا نحكي عن كلمات يمكن تحسننا نحن، كيف بنقدر نحسن حالنا؟ بخطوط رئيسيه بحسب رايك دكتوره من الاشخاص المتنمرين يلي مثل ما قلنا ممكن يكونوا موجودين وبكثره بحياتنا؟ انا بحب حالي كثير، انا بحترم حالي كثير، انا بقدر انه هذا الشخص عنده مرض نفسي، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الانسان بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان بيعرف إنه هو بيجوز عنده مرض نفسي أو عقدة نفسية، هو الإنسان لما بيقعد مع حاله بيعرف هاي الشغلة. فأنا ليش تفوت لا 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 لما أنا بلمس مريض أو رح أمرض مثله، لما أنا بواجهه لا خلص أنا بتركه بسلام، وعن جد بغفر له بسلام وبعتبره عن جد بعتبره كإنسان عنده مرض ولازم ساعده لأنه يتشافى. ما أحقد عليه أو أكرهه، لا أنا أساعده لحتى يتشافى، أدعي له أنه الله يهدي ويصلحه ويحببه فيني ويجعل يجعله تسخير لي بمكان عملي مثلا، يجعله تسخير لي بمكان عيلتي بالمكان اللي أنا بحبه. يعني ما يكون مصدر إساءة ووجع لأي حدا حواليه. دائما الدعوه بالسلام والحب لهذا الاخر على فكره بتوصل له، والرحمه نرحم بعض. يعني حتى يعني الانسان اللي بيسيء هو، لانه في حديث بيقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجهل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. لما حدا بيجهل علينا معناته هذا الانسان جهل، من جهله عمل فينا هيك، تصرف معنا هيك، معناته مو نحن الغلط. يعني بالعكس لازم نعذره، الجاهل لازم نعذره ونحبه ونقدم له عن جد تسامح وغفران حتى نتجاوز هذا الشخص أكيد. بكل أكيد. محبة. أكيد أكيد. نشكرك كثير على كل المعلومات اللي عطتينا يا دكتورة شفاء اليوم، وإن شاء الله يكون الكل استفاد منها. يا أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة مرة تانية. أما هلأ مشاهدنا ننتقل إلى غرفة الأخبار لأطلع على آخر وأهم المستجدات على ساحة السياسة العربية المحلية والعالمية مع زميلتنا مشلين. صباح الخير مشلين. صباح الخير فرح. صباح الخير سلمى. صباح الخير لضيوفنا بصباحنا غير موجز العاشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. قتل وأصيب عدد من الإرهابيين من جراء اقتتال اندلع بينهم في قرية عبلة بريف حلب الشرقي، وسط حالة من التوتر لا تزال سائدة في المنطقة ما تسبب أيضا بإصابة عدد من المدنيين.
وذكرت مصادر محلية أن اشتباكة عنيفة دارت بين إرهابيين يتبعون لتنظيم ما يسمى الفيلق الثالث وإرهابيين يتبعون لما تسمى الفرقة الثانية والثلاثين التابعة لتنظيم حركة أحرار الشام الإرهابية، وهم مدعومون جميعهم من قوات الاحتلال التركي في قرية عبلة بريف حلب الشرقي. ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين استخدموا في الاشتباكات مختلف صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم من كلا الطرفين، إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وسط حالة من التوتر لا تزال سائدة بين المجموعات الإرهابية، رافقها تحشيد عسكري واستقدام تعزيزات من مناطق أخرى. مخطط استيطاني جديد للاحتلال الإسرائيلي هو الأكبر والأخطر، بات يهدد نحو مليون دنم من أراضي الفلسطينيين بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت في الضفة الغربية، وذلك بهدف فصل جنوبها عن شمالها ووسطها في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي متفرجا كعادته رغم القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو 25 ومروحية 124 فوق دونيتسك، إضافة إلى 8 طائرات بدون طيار، بينها واحدة من طراز بيرقدار التركية الصنع في مناطق مختلفة. جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كونشينكوف، لخص فيها حصيلة العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال كونشينكوف إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 4 صواريخ باليستية أوكرانية في دونيتسك و24 قذيفة من راجمات صواريخ أورغان في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة خاركوف. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الإجراءات الأمريكية المتسرعة في الدفع لإصدار قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وأصفها بغير البناءة. وقال عبداللهيان إن طهران رحبت دائما بالمفاوضات المنطقية القائمة على نتائج من أجل التوصل لاتفاق جيد ومستدام، إلا أنه من الضروري أن يتخلى الطرف الآخر عن تصرفاته المزدوجة والمتناقضة، مشيرا إلى أن إيران لا تزال متمسكة بحقها المشروع في برنامجها النووي السلمي بعد صدور قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف عبد اللهيان أنه في حال أرادت أمريكا مواصلة سلوكها غير البناء تجاهنا فستواجه ردا مناسبا، رغم التأكيد على أن الدبلوماسية هي أفضل وأنسب طرق الحل. نهاية الموجز، عودة إلى سلمى وفرح لمتابعة فقرات صباحنا غير. شكرا لك زميلتنا مشلين بغرفة الأخبار، ومكملين بفقرات صباحنا غير لفقرة كتير مثل ما منقول حلوة سلمى، هي المشاريع الصغيرة. أكيد فرح، دائما بنحكي عن المهن اليدوية والمشاريع الصغيرة والأمور التراثية اللي هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية والأعمال اليدوية اللي كل ما عم بتزيد جمال. صحيح. سلمى صحيح، ويمكن هذا الجزء رح يكون حاضر ضمن معرض بكفر سوسة، رح نتعرف على تفاصيله أكثر، شو بيتضمن، مين المشارك فيه. كل هاي المعلومات رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة يمنى بكر، وهي من نحلات سوري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. بالبداية خلينا ناخذ فكرة عن المعرض، أدي لكم عم تحضروا له، شو بيتضمن المعرض بنسخته الأولى أو بنسخته التجريبية لازال؟ كان الهدف منه أنه نشجع صغار المشاريع الصغيرة لسه مبتدئة أو طالعة، المهن التراثية، المهن الحرفية، المهن اليدوية، لحتى يلاقوا فرصتهم للانطلاق فيما بعد ليكبروا مشاريعهم. فالاهتمام بالمجمل بالصناعات اليدوية تراثية ويدوية، مثل مهنة الصابون، مهنة الشموع، مهنة الإيبوكسي الريزين، مهنة التحف الخشبية الحفر، كثير مهن يدوية حلوة وشاركت. وبإذن الله هاي النسخة الأولى، وفيما بعد بدنا نكمل إن شاء الله. إن شاء الله. ست يمنى، فكرتوا شو ممكن يكون اسم المعرض تقريبا بهاي النسخة التجريبية؟ كم يوم ممكن يستمر؟
نحن سميناه ما صادف انه تقررنا نعمل المعرض كان موسم قطاف الورد الجوري بكافة انحاء سوريا. بما انه الورد الجوري عائد يعني بالتاريخ للشام، مو مقصود الشام دمشق، المقصود بالشام بلاد الشام، فاطلقنا عليه معرض الوردة الشامية مبدئيا، بس فيما بعد استهوانا الاسم، فبعتقد انه رح نستمر على هذا الاسم بشكل دائم، ويمكن ننتقل بين المحافظات نعمله بمحافظات ثانية فيما بعد. فكرة موجودة يعني؟ ايه اكيد بنتمنى انه اذا نجحت مبدئيا، وبعتقد انه بتنجح لانه كان في كتير اقبال عليه، كونه انه هو مساعدة للحرفيين، يعني ما كان تجاري، ما اخذ طابع تجاري، يعني ما اخذ انه في اشتراك في رسوم نهائيا، كان كثير في تعاون من وزارة الثقافة ومديرة المركز الثقافي بمنطقة كفر سوسة، فكان ما كان في عبء على المشتركين للمشاركة فيه، وهذا اللي شجع كثير انه ينطلق ب يعني فينا نقول بقوة مبدئيا. خلينا نحكي عن المشاركين، كيف روجتوا اول شيء للمعرض، كيف كان اقبال المشاركين انه هن ينضموا لكم، خاصه انه احنا عم نحكي عن مرحله تجريبيه، وكيف يمكن المصنوعات اليدويه لقيتوها اللي حتنعرض قريبا؟ بالبدايه نحن كان بلشنا نتواصل مع اللي بنعرفهم بمجال المهن اليدويه، الصبايا اللي بيعملوا اكسسوار، اللي بيشتغلوا بالحفر، اللي بيشتغلوا بالتطريز، بالايتامين، بالشموع، فلقينا انه في تجاوب، وبلشنا نعمل اعلانات الكترونيه بسيطه كثير يعني على صفحاتنا الشخصيه، قدرنا نوصل لعدد حلو ومشاركين مميزين يعتبروا، حاولنا انه ما يكون في تكرار، يعني من كل مهنة اخذنا مشاركين، ما يكون في تكرار بشكل انه اذا الزائر فات ما يحس بالملل من التكرار. في مثل ما عم بقول لك في مهن، في صناعات يدوية كثير حلوة كثير حلوة، إذا أعطي لها الفرصة بتنطلق وبتصير مشاريع كبيرة وحلوة، وأخذ الطابع السوري، الطابع الشامي اللي هو مناطق بلاد الشام، الحفر على الخشب كثير كثير كان رائع، رسوم الإكسسوارات، صناعة الصابون اليدوية، صناعة الشموع، الريزن، الإيبوكسي، التطريز، الإيتامين، يعني فينا نقول حرف كتير متعددة، حرف مهنية كتير. حاولنا انه نجمع كتير، وكونه الاول بعتقد فيما بعد لح يشمل عدد اكبر او لح يشمل تنوع اكتر. طيب كم سيدة؟ هو فقط للسيدات ولا لا؟ لا, لا, لا في من الرجال مشاركين بحرف تقريبا، خلينا نعرف العدد ومثل ما قلت لك المدة والوقت مشان اللي بده يروح يشوف او يحضر. تمام. العدد حوالي 21 مشترك. حاولنا انه ننوع. بيبتدي المعرض ب 20 الشهر بكره، 20 حزيران بكره حفل الافتتاح برعايه وزيره الثقافه والاعلام ودعم اعلامي يعني تضامن معنا. بيستمر لمده 15 يوم. بعض المشاركين اخذوا يعني مو بالضروره يضل 15 يوم المشترك، ممكن ياخذ الاسبوع الاول ويجي مشترك ثاني ياخذ الاسبوع الثاني على نفس المكان نحجزه لمده 15 يوم يوميا من الوحده للسبعه مساء بما فيهم يوم الجمعه والسبت. فكرته يعني توقيته حلو انه امتحانات اولادنا بتخلص بكره، فبيلاقي الاهل المجال والشباب والصبايا انه يروحوا يتفرجوا ياخذوا افكار، يمكن افكار لابداع جديد، يعني في ناس بتجي مو لتتسوق، لتاخذ فكره شو ممكن انها تعمل تنتج. في حال بهي الفترة أو الفترة الجاية بعض الحرفيين أو بعض الأشخاص حبوا ينضموا، في مجال للانضمام أو خلينا نقول بمرحلة قادمة ممكن تطلعوا على شغلهم وعلى الحرف يلي موجودة عندهم ويتم الانضمام فيما بعد؟ أكيد نحن بعتقد أنه إذا كان النجاح حليفنا، وبعتقد رح يكون ناجح، إن شاء الله حيكون المعرض فصلي، يعني أربع مرات بالسنة، الصيف، الشتاء، الربيع، الخريف. أكيد نحن منرحب بالجداد لنساعدهم لنقوي مهنتهم، يطرحوا شغلهم بالأسواق، تشوف العالم شغلهم، بدنا نجدد دايما، ما بده يكون في تكرار، والكل مرحب فيه ضمن إمكانياتنا، لازلنا يعني بالبداية منتشارك الماضي، يعني نحن ما عم نتعامل مع المشتركين إنه إدارة ومشترك، نحن عم نتعامل كلنا كأسرة واحدة، بدنا ننجح هذا المعرض لحتى يستمر
نستمر فيه مع بعض، وإذا قدرنا نوصل فيه لباقي المحافظات بيكون ممتاز الحكي إن شاء الله. إن شاء الله. كمان يعني معروف إنه نحلات سوريا عندهم طريقهم الخاص، عندهم منتجاتهم الخاصة اللي بيتم عرضها، ودورات تدريبية دائما بتقوم للسيدات. هل رح يشهد هذا المعرض مثلا احتضان بعض هاي المنتجات، أو ممكن يكون مكان لتبلشوا تتعرفوا على سيدات وتضمون لنحلات سوريا؟ مشكلتنا إنه نحلات سوريا هلا نحن بفصل النشاطات الكثيرة، ففريق نحلات سوريا عامل معارض تانية كمان، فنحن موزعين حاليا. أنا بالمعرض المهن اليدوية، نحلات سوريا عاملين حاليا معارض لتربية ورعاية دودة القز والاستفادة من الحرير، فيما بعد عاملين دورات ومعارض عن إعادة تدوير الأقمشة، معارض كتير حلوة بتاخد يعني روعة. فكرتها قائمة عن أنه استعمال الأقمشة اللي إحنا ما عاد بحاجة إليها تحويلها للوحة فنية، لوحات روعة. فالنحلات تقريبا بكل المجالات أخذين عدة معارض. إيه طبعا معارض، طبعا إيه منتمنى الانضمام لنا، أي حدا مميز وعنده إبداع وشغف وحب للمهنة أكيد مرحب فيه. ست يمنى، اللي بتشوفي اليوم من الضروري انه نحن فعلا نحتضن الاعمال اليدويه اللي هي الى رونق خاص، خلينا نقول، وطابع خاص، وكثير من الاشخاص انه بيحبوها وبفضلوها عن ممكن نقول المنتجات الجاهزه او اللي بتنشغل عن طريق الات. فخبرينا اليوم كيف عم بتشوفي واقع الاعمال اليدويه من حيث ترويج لها ومن حيث السوق الموجوده فيه؟ كتير ضروري يكون في حدا يدعم الأعمال أو المهن اليدوية المبتدئة، لأنه في صعوبة بطرح المنتج بالسوق، بتعريف المستهلك أو المستفيد عليها. المستفيد نحن على الفترات السابقة تعود أنه ينزل على السوق يأخذ شيء تجاري، بلش يوعى هلأ. يعني أنا من 6 سنين لحد الآن صار العالم عنده ثقافة أنه اليدوي مختلف عن التجاري، اليدوي أفضل، اليدوي قيمته ماديا ومعنويا أكثر بكثير. حتى هو يعني لما بتقتنيه كتحفة انه انت جايبة شيء يدوي مشغول بالايد. لما بتشتغلي شيء بالايد بتكوني عم تحطي روحك فيه، تفكيرك، فرحك، ايام ممكن يكون اكتئابك، بس يعني ان شاء الله الله يبعدنا كلنا عن الموضوع. كتير ضروري دعم الحرفيين والعمال اليدوية، لانه نحن عنا مبدعين كتير بس إنه بحاجة لدعم لحتى ينطلقوا لحتى يبلشوا. بما أنه في مبتدئين، بتشوف أنه نحن قادرين نجيب اختصاصيين بالأعمال اليدوية أو الشيوخ كار مثل ما منقول يدربون ويطوروا هي الهواية اللي ممكن تصير هي مهنة بالنسبة لأنه مصدر دخل؟ طبعا نحن عنا شيوخ كار وبكل المجالات اليدوية والحرفية، بس لازال صعب تفوت البيوت كل العالم للثقافة. بدنا كتير نشتغل وعم نحاول نشتغل على إقناع العالم، يعني وصلنا لمرحلة جيدة حاليا، بس لازلنا بحاجة لكمان وقت لحتى نقنع العالم فيها، الناس فيها. هي ميزة من مميزات ثقافتنا وحضارتنا، لازم نحافظ عليها، لازم ندعمها، لازم نساعدها لتنطلق لتكبر. وبالإضافة لأنه في كتير حرفيين وشيوخ كار خارج سوريا بكافة أنحاء العالم متميزين ومبدعين، لأنه هن سوريين. يعني نحن عنا فن، نحن بنقدر نعمل شيء من لا شيء، نحن بنقدر من الصفر نبلش ننتقل لمشروع يكبر يصير عالمي. أكيد. مو صعب، مو سهل، بس مو صعب. أكيد. ست يمنى، يعني مثل ما بنعرف أغلب هاي المشاريع الصغيرة عم بتتم الترويج إلى من خلال بازارات أو المعارض اللي عم تشارك فيها، سواء كان لوزارة الثقافة أو معارض خاصة للسيدات، وشوية يعني البعض منهم قدر يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لنفسه ولو على قده مثل ما بيقولوا، على نطاق محدود. تماما. قديش اليوم نحن بحاجة للترويج بمثل هاي المهن لحتى يقدر صاحبها يوصل لأنه يكون هي مو بس مهنة تراثية، أيضا مصدر رزق له، لأنه نحن جزء منا أنه السيدة تعتمد على نفسها أو صاحب الحرفة يعتمد على نفسه. تمام. الفكرة الأساسية اللي لازم نقتنع فيها، المعارض والبازارات هي ليست بيع تجاري. ما بشارك أنا بمعرض لحتى أكسب، للتعريف يمكن. تماما. أنا بدي أعرف العالم أنه أنا موجودة، أنا بشتغل. يعني هي مو عالميا الفكرة، مو فكرة بيع وتجارة، مو قديش طالعنا. ممكن أنا تشترك صبية أو شاب ممكن خلال فترة المعرض كلها ما يبيع،
خلال 3 ايام مو صعب، خصوصي يعني مو سهل خصوصي بالبدايه. ففكره المعارض والبازارات لازم تترسخ عنا فكره انه هي مو تجاره، هي حضور. اطرح نفسي، عرف العالم علي، بدي اكون دؤوبه. اول مره ما قدرت يعني اجذب استقطب، المره اللي بعدها واللي بعدها في هي تكاليفها كبازارات تجاريه هي اللي عم تخلي في احجام عنها. نحن بازارنا مو بس مو تجاري، احنا معرضنا مجاني تماما، فبعتقد انه بيلاقي رواج او بيلاقي صدى، ما عم يكلف المشاريع الصغيره تكلفه، يعني هن بس عم يصنعوا ويبدعوا ليجوا يطرحوا اسمائهم ووجودهم. إذا بدنا نحكي عن معارض وبازارات سابقة ممكن تكون شاركتي فيها ست يمنى، خلينا نحكي يمكن عن التجربة اللي لحضرتك، شو تعلمتي منها لحتى نحن نقدر فعلا اليوم ننجح كثير من البازارات ومنهم يلي حيتم افتتاحه بكرة؟ الفكرة انه بالبداية اول بازار او اول معرض بيكون صعب كثير، بتوقفي بتحسي مانك عرفانه شو لازم تتصرفي، بده يكون عندك اريحيه بالتعامل، ما يكون متشنج، يكون ريلاكس يعني مثل ما عم نقول، يكون شاغل على القطعه، ما يفكر بالمردود، يفكر انه كيف بده يتلقى المستفيد او المتفرج او الزائر لهذا المعرض هاي القطعه. مو بالضروره يربح، بده يعمل علاقات اجتماعيه، يتعرف على يطرح نفسه بالسوق من خلال اقبال العالم، هو بيعرف شو اللي لاقى رواج بشغله وشو اللي ما لاقى، المره اللي بعدها بيعدل، يعني في شيء لاقى رواج بيزيد منه، في فكره كثير اساسيه ما نقلد، يعني مو بالضروره اذا في صبيه او شاب عم يعملوا صابون فكلنا نقلد، لا، لازم يكون في إلي بصمتي بالموضوع لحتى أتميز، يعني لازم تتميز، يعني ممكن يكون عندك طاولتين للشموع بس كل واحدة إلها بصمتها لتعطيك، لتعطي إنه في تنويع في تشكيل، مو كله مثل بعضه، يعني مو بضرورة نحن كلنا قالب واحد بنصب كلنا مع بعض، لازم يكون في تنوع. أكيد. بالختام بدنا نشكرك ونشكر وجودك ونتمنى لكم التوفيق أكيد بكرة، وندعو كل الناس أنها تروح تتفرج تتعرف، وإذا بتقدر أنه هي تساهم وتشتري أي شيء ولو بسيط كنوع من التشجيع. شكرا كثير لك، موفقين ست يمنى، تحية لإلك ولكل النساء وكل المشاركين بهذا المعرض والبازار، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. ونبقى اكيد سلمى باجواء البازارات والجمعيات، فقد اطلقت جمعيه ايادينا الخيريه باللاذقيه بازار خيري جمع سيدات سوريات من فئات المجتمع كافه، وذلك بغيه تقديم المساعده للاطفال الذين يحتاجون لعمليات جراحيه. تفاصيل اوفى بالتقرير التالي. يا هلا بالصيف، بازار خيري انساني أطلقته جمعية أيادينا الخيرية في اللاذقية، جمع سيدات سوريات من فئات المجتمع كافة، وذلك بغية تقديم المساعدة للأطفال الذين يحتاجون لعمليات جراحية. الجمعية عندها عدة نشاطات، ومن جملتهم عملنا موضوع البازار تنوسع النشاطات تنقدر نجيب رأي على العمليات الجراحية اللي هو هدف الجمعية، عمليات الأطفال من جملة النشاطات اللي عندنا، وبنفس الوقت نحن من يعني النشاط بيخلي العالم تستفيد ونحن نستفيد كمان نشاركهم، يعني الفعاليات التجارية كلها بتستفاد ونحن بالنتيجة بنستفاد. هدف من المعرض دعم صندوق الجمعية، لأنه هدف جمعية عمليات الأطفال لسن ال 14، ففي فعاليات اقتصادية حبت تدعمنا، شاركت بهاليومين بمنتجاتها، في أشغال يدوية، في أشغال حرفية، في أكسسوارات، في كتير شغلة. نحن حاولنا أنه نجمع أكبر عدد من نساء البلد اللي عندهم فعاليات، اللي عندهم بضائع، منه بيستفيدوا ونحن كمان بنستفيد، وهيدا كمان بيكون دعم لنا للجمعية ودعاية بنفس الوقت. نحن كبنك بندعم كل الفعاليات الاجتماعية، نتوجه لكل فئات المجتمع، طبعا بنرحب بالكل بفتح الحسابات بالقروض، بنحاول نوصل لكل فئات المجتمع، وجمعية أيادينا هي جمعية حبت تشاركنا هذا الموضوع
وهدفنا طبعا انه ندعم العمليات الجراحيه للاطفال. هي اول مشاركه لي هون بمعرض بسوريا، ولانه جمعيه خيريه حبينا ندعم هذا المعرض الخيري. يعني مشتركين حاطين سكشن فيه سبورات، نحن بنعمل سبور وسهره طبعا كل شيء، مشتركين بقسم سبورات هون، يعني هيك مشان العالم ياخذوا فكره عن قطعنا. حاطه عربيه بابا نويل، فوانيس رمضان، حلاق، حتى الاكسسوارز هلا صرنا فيهم، فاي شيء له علاقه بقص الليزر، قص الفلين، كل هالقصص نحن بنشتغله. هدفنا من هي نوسع عن محلنا ونعرف اكثر عن المحل احنا بنشتغله، ومجموعه سبايا تتعرف عن الشغل هاد مدهش صعب وبده وقت. اكيد مشان شهره اكثر، مشان الناس تشوف، لانه انا شغلي اونلاين فالعالم بتحب تشوف اكثر على الواقع نظافه الشغل، الحجر، واكيد مشاركه حلوه، والجمعيه جمعيه خيريه وبتجنن وبيشرفني اني شارك فيها. اكيد عمل انساني خيري من ضمن عديد الاعمال الخيريه التي تقيمها الجمعيات واصحاب الايادي البيضاء لتشكل بداية مشرقة للأطفال. ما هلا فرح رح نروح لمساحتنا الطبية، ورح نحكي اليوم عن الأسنان والعناية فيها وطرق الحفاظ عليها، ومن هي الطرق هي تلبيس الأسنان. إيمت نلجأ إلى تلبيس الأسنان؟ من الأشخاص اللي ممكن يقوموا بهذا الشيء؟ وهل له آثار سلبية أم إيجابياته أكثر؟ كل هالتفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة ديانا أقبيق، اختصاصية بطب الأسنان. صباح الخير دكتورة ديانا. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. خلينا نبدأ بالأول عن فكرة التلبيس. ايمت دكتورة ديانا بتنصح انه نحن لازم نعمل تلبيس وامتى لا؟ هلا اول شيء شو يعني تلبيس الاسنان؟ التلبيس هو عبارة عن غطاء، خلينا نقول، مصنوع من مواد معينة على حسب نوع التلبيس نحن اللي بدنا اياه، بيتركب على السن الطبيعي بغرض حماية السن من التلف ومن الكسر. هلا امتى انا بنصح بالتلبيس؟ هلا خلينا نحكي هيك جمله مختصره، لانه هو له كذا سبب لحتى نحن نلبس. غالبا الاسنان اللي ممكن تكون تالفه او الاسنان اللي بيكون مجرى لها معالجه لبيه، غالبا انا بنصح بانه نلبسها او نحط لها تاج. نعم دكتورة، هلا صرنا عم نشوف كثير من الوسائل خليني اقول الحفاظ على الاسنان او تشكيل هيك صوره جميله للاسنان، مو بس التلبيس، صرنا عم نشوف العدسات اللي عم تتركب وكثير من الاساليب. نحكي شوي عن مراحل تلبيس الاسنان، هل فينا نقول كل الاشخاص بيقدروا اذا لستهم مثلا الكبير بالسن مثل الشاب، ولا لا في معايير معينه بتقول هذا الشخص بيعمل تلبيس اسنان او لا؟ طبعا في معايير معينه. هلا فينا نقول انه كل حاله لها استطباباتها، يعني انا المريض اللي بدي اعمل له الفينير او القشور الخزفيه هو حتكون عنده دواعي تجميليه، غير المريض اللي انا بدي اعمل له فول كراون او التلبيسه الكامله، هذا المريض بدنا استطبابه بده يكون علاجي اكثر من انه تجميلي. مريض اللي انا بدي ركب له ماده مثلا تلبيسه الزيركون غير تلبيسه المعدن. المريض اللي انا عندي هو لنقول مسن او كبير بالعمر، غالبا الكبار بالعمر بيكون عندهم نقص بالدعم العظمي، فاكيد انا التلبيسه طريقتها حتكون غير الشاب مثلا اللي بيكون عنده الدعم اللثوي، شكل اللثه، خط اللثه صحيح وشكله منتظم. اكيد كل حاله لها استطباباتها. كثير من الاشخاص بيخافوا يمكن من الاشياء السلبيه اللي ممكن تنتج عن التلبيس. اقاويل بتقول انه الشخص اللي ممكن يلبس الاسنان بغض النظر عن طريقه ان كانت صحيحه او خاطئه ممكن يتعرض لرائحه فم كريهه، لتكسر التلبيس مع مرور الوقت، او في حال ما كان التلبيس كمان بشكل صحيح. خلينا نعرف شو مدى صحه هي الاقاويل وكيف فينا نحمي الاسنان بعد التلبيس. هلا فينا نقول نوعا ما انه هي الاقاويل صحيحه اذا كانت التلبيسه قد اجريت عن طبيب خلينا نقول غير كفؤ 100%. يعني غالبا التلبيسه هي او فينا نقول تاج السن هو ما المفروض يعمل رائحه كريهه، طالما في تطابق كامل بين حواف تاج السن وحواف السن فانا عامله ختم، لنقول ختم حفافي
هذا الختم بيمنع تسرب طبقة البليك. هلا إذا ما كان في ختم كامل بتتسرب هون الجراثيم، بصير عنا لويحة جرثومية هي اللي بتعطي هي الرائحة الكريهة. طبعا موضوع إنه كسر التيجان طبعا هو كمان كتير وارد، إذا كان مثلا عنا تاج السن عالي فقوى الأطباق كلها بتتركز عليه، إذا كمان كانت لنفترض مادة الخزف هي غير مصنوعة بعناية من قبل المخبري، يعني كمان ممكن الحق يكون على المخبري الأسنان وليس فقط على طبيب الأسنان. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن الإجراءات اللي بتتخذوها لتلبيس الأسنان قبل التلبيس وبعد التلبيس لحتى كل يلي عم بيتابعنا يعرف هيك شوية تفاصيل قبل ما يرتعب مسبقا من دون ما يعرف شو القصة. تمام. هلأ منرجع منقول إنه لكل حالة إلى استطباباتها، يعني أنا فرضا لنقول إجاني مريض هو كانت مشكلته فقط تجميلية، يعني هو عنده فراغات معممة بالأسنان، أطوال الأسنان مثلا، عنده نفترض أسنانه قصيرة، أسنانه مثلا هي متصبغة وهي معندة على التبييض، فأنا مثلا هذا المريض يعني أسنانه والنسج السنية عنده سليمة، فأنا أكيد ما رح أروح أسحب له عصب أسنانه وبعدين لبس له إياها. ممكن أنا بشوف الحالة شو بتستدعي، ممكن حط له زر قشور خزفية سوري الفينير، أو ممكن إذا كانت أسنانه شكلها بده كتير تعديل فأنا بضطر مثلا حط له تيجان الزيركون، أو خلينا نحكي على المرضى اللي استطبابهم علاجي. يعني أنا مريض إجاني عنده سن مسحوب عصبه. شو يعني سن مسحوب عصبه؟ يعني هو سن فاقد للتروية الدموية، هو سن ميت، فهو أكيد حيكون هش قصف معرض للكسر. غالبا لو وصلنا لمرحلة نسحب له عصبه فهو هذا السن كتير رايح من النسج تبعه مينا عاج، وصلنا لمنطقة اللب السني، فأكيد نحن بدنا نعوض عن هي النسج اللي فقدناها بأنه نلبس السن ونحط له تاج لحمايته. هلأ الحلو أنه حكينا عن سحب العصب اللي كتير أشخاص بيسألوا عنه، أمتى دكتورة بتنصحي بسحب العصب وأمتى بنقول لا لازم نحن نبعد عنه في حالة التلبيس؟ في حالة التلبيس مثل ما حكيت هلأ من شوي، أنه أنا إذا الأسنان عندي كانت سليمة وأنا مشكلتي بس بشكلها، فأنا بلجأ مثلا لحل تجميلي، لكن حل تجميلي محافظ من دون ما أنا أتعرض لبنية اللب السني، يعني من دون ما أنا أسحب عصب السن. دائما النسج السنية هي نسج لا تعوض أبدا، فأنا بحاول قدر الإمكان أني أنا حافظ عليها. لكن إذا أنا كان عندي أسنان هي تسوس فيها كبير، أسنان لنفترض هي مكسورة، هي متصدعة، فيها تصدعات، فيها شقوق، فأنا قطعا هي بسحب عصبها بعملها معالجة لبية وبعدين بلبسها. طيب دكتورة، في كتير أشخاص بيكونوا مدخنين زيادة أو بيشربوا كتير سوائل اللي هي بتعطي تصبغات، إن كان الشاي أو القهوة أو النسكافيه، فبيلجأوا أنه أنا التبييض ما بيجيب معي نتيجة لأنه أنا دائما عندي عادات صحية سيئة بتخلي الأسنان يتصبغوا، فشو الحل العلاجي بيكون معه؟ هلا مثل ما حكينا من شوي انه الاسنان اللي هي معندة على التبييض غالبا وللاسف رح نضطر نحن نلجا للفينيرز او القشور الخزفيه اللي هي نحن بنبرد من السن كميه كثير قليله، يعني نحن وقت بنركب العدسه على السن نحن ضلينا ضمن طبقه المينا، ما تطرقنا لطبقه العاج حتى ما نعمل حساسيه عند المرضى، حساسيه سنيه عند المرضى. فبتوقع يعني هذا الموضوع بس لا مثل ما حكينا للأشخاص اللي هن يعني شكل أسنانهم ما بده كتير تعديل. الأسنان اللي بده كتير تعديل رح نضطر نعمل فول كراون أو تاج كامل من مادة الزيركون اللي هي أيضا مادة تجميلية تحاكي شكل السن الطبيعي، هي بيكون انعكاس الضوء عليها مثل انعكاس الضوء على الأسنان الطبيعية. كتير أشخاص بيسألوا يمكن عن العمر الزمني إن كان للتلبيس أو حتى على الفينير في حالة كان تلبيس بأيدي خبراء وأطباء كفؤ مثل ما تفضلتي وحكيتي. إيه؟ قد ايه ممكن يكون عمر التلبيس وكيفية العناية بالأسنان بعدها؟ يعني في ناس بيقولوا خلص عملنا تلبيس ممكن ما نفرش أسناننا ممكن ما نراجع طبيب، كيف نحن بنعتني بالأسنان؟
هلا اول شيء موضوع العمر، هلا خلينا نقول الدراسات تقول انه العمر الافتراضي للقشور الخزفيه او لتلبيسات الزيركون المجرى بعنايه شديده هي من 10 الى 15 سنه، تمام. لكن هذا الشيء كمان كتير بيرجع للصحة الفموية الجيدة عند مريض الأسنان، طالما المريض هو مهتم معتني بموضوع الخيوط السنية والتنظيف اليومي بفرشات الأسنان، أكيد هذا الشيء بيأثر على ديمومة التلبيسات. يعني معلومات مهمة، بتوقع أي شخص اليوم بده يروح عند طبيب أسنان لحتى يلبس أسنانه أو يخضع لأي عملية من هدول عمليات اللي هي تحسين الابتسامة، فصار عنده شوية معلومات أولية. بدنا نشكر وجودك دكتورة ديانا أقبيق على كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. أما هلا ننتقل إلى محافظة حلب، وانطلاقا من رؤية مؤسسة وثيقة وطن وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، فتح باب المشاركة في المسابقة السنوية هذه حكايتي لعام 2022. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. انطلاقا من رؤية مؤسسة وثيقة وطن وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، فتح باب المشاركة في المسابقة السنوية هذه حكايتي لعام 2022. حقيقة أنه نحن من خلال هذه الجائزة منريد أنه نوعي أهمية كتابة التاريخ بلدنا بأيادينا، بأيادي سورية، وأنه نحن كلنا منقدر نشارك بكتابة هذا التاريخ. هذه الخطوة تأتي بهدف دمج طلبة الجامعات في عملية التوثيق عبر رواية قصصهم وذكرياتهم. المطلوب اليوم نحن أن نشارك نحن في توثيق هذه الحالات التي يمر بها الوطن، توثيق بأيدي أبنائه، توثيق النصر بمن عاش هذه المرحلة، توثيق كل مرحلة عاشها الطالب في هذه الظروف لا تعتبر نموذجية للطلاب بشكل عام. هذه الفعالية تشكل دعوة للطلبة لكتابة قصص واقعية قصيرة شهدوا أحداثها بأنفسهم وتحمل قيما إنسانية ذات مغزى. أعطتنا مجال نقدم شيء من الأحداث اللي صارت معنا. هي رح تحمل معاني وقيم إنسانية كتير كبيرة، لأنه هي قصص واقعية مبنية على أحداث واقعية. بوابة أمل لحتى يعرفوا الأجيال القادمة إنه ما في شيء بيجي بالسهل، يعني في كتير عالم عانوا، كتير عالم انصابت، إن كان بحرب، إن كان انصابت بجروح معنوية أو جروح بدنية أو أيا كان الإصابة، لكن قدروا يوقفوا بعدهم. هي فرصة للطلبة عبر دمجهم في عملية التوثيق ليكونوا جزءا في إعادة أعمار سورية فكريا وثقافيا. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. ما هلا فرح، رح نروح لفقرة كتير مميزة ومع ضيفة رغم صغر سنها إلا أنه هي كمان مميزة كتير بمجال مهم جدا، وأصبح هذا المجال لغة العصر مثل ما بنسميه، اللي هو له علاقة بوسائل التعلم باستخدام الكمبيوتر. ويمكن في كتير شباب وصبايا من أعمار مختلفة بيقضوا وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الكمبيوتر، ولكن مو الكل بيقدر يستخدمه بطريقة إيجابية. اليوم ضيفتنا قدرت أنه هي تستخدمه بطريقة إيجابية وتتعلم مهارات تعليمية متنوعة وتنشئ مشاريع صيفية تستفيد منها بدراستها. معنا الطفلة الكاتبة تاليا حجازي، قدمت مؤخرا مشروع صفي ناجح لعدد من المواد من خلال استخدام تطبيق الباوربوينت. صباح الخير تاليا، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير تاليا. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله منيحة. هلا خبرينا أول شيء عن تاليا، شو بتخبرينا عنك؟ أي صف أنتي؟ وشو كيف اليوم اشتغلتي على مشروعك بالصيف؟ أنا اسمي تاليا حجازي، عمري 12 سنة، نجحت على الصف السابع. أنا بلشتي أمتى؟ تدريس حاسوب؟ مو تدريس، مهارتي إنه أنا بحب إنه أقعد على الحاسوب. بلشت من أنا وصغيرة، كنت صف أول بسبب أنه بابا بيدرس هالمادة وكمان بالمدرسة بيدرسونا إياها. بلشت على برنامج الرسام، كنت أنا بحب الرسم كتير،
فكنت أرسم على الورق. فلما بلشت أنا أرسم على برنامج الرسام، كنت الرسمات اللي كنت طبقها على الورق كنت أرسمها على برنامج الرسام. بعدها أنا انتقلت لمرحلة اسمها الرسام ثلاثي الأبعاد، هذا كمان إنه بنرسم فيه بس بنطبق أكتر، يعني الشغلات اللي بنرسمها مثلا الإنسان اللي بنرسمه نحنا، فبنعمل له ظلال للشعر مثلا للإيدين هيك. وبعدها انتقلنا لبرنامج الوورد، أنا كنت أكتب نصوص فيه مثلا بكتب نص قصص هيك شي يعني. فالوورد هو كان أصعب شيء أنا كنت أخذته، هيك كان هو. بس إنه أنا كنت أكتب قصص حلوة، وكمان كنا بالمدرسة نتعرف على إنه مثلا كيف نغير خط، كيف نغير لون خط هيك. بعدين انتقلنا لبرنامج الباوربوينت اللي هو أحلى شيء أنا حسيته، هو منساوي منطلع شرائح، منساوي عروض تقديمية، العروض التقديمية كتير حلوة. فأنا سويت واحد عن ثلاث مواد اللي هن رياضيات علوم اجتماعية، هدول ثلاث مواد أنا كتير بحبهم، فبشان هيك سوينا عنه سويت عنه. خلينا نحكي بالتفصيل أكثر كمان تاليا. اليوم أكيد في مساعدة كانت كتير كبيرة، إن كان من الأهل إن كان من الناس المحيطين فيكي، فأدي كان في تشجيع. واليوم شو الخطة الجديدة؟ لأنه تاليا ما عم توقف أبداً من مشروع لمشروع، فخبرينا اليوم شو الخطة الجديدة تاليا؟ أنا عم فكر إنه مثلاً إذا سوينا قصة نطبعها ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف إنه تفاعل عليها إذا حبوها ولا لا، يعني إنه هي قصة تكون جميلة. جربتي تاليا تنشريها؟ يعني نحنا إنه لازم نعطي أفكار إنه الناس ما بيعرفوها، مثلاً نبحث عن تطبيق جوجل إنه عن شغلات نحنا ما إنه قليل من الناس يعرفها، مثلاً إنه عدد مثلاً ناس في بلد من البلاد هيك، مثلاً إنه نساوي قصص عليها، قصص خيالية هيك حلوة، مجلات حلو. يعني اليوم انت بلشتي تستفيدي الباوربوينت، يعني اغلب الاشخاص اللي بيستخدموه بيكون عندهم دراسات بحثية، بيكونوا كبار بالسن، بنشوفهم بدراسات الماجستير والدكتوراه لما بده يقدم شرح فبيستخدم الباوربوينت لانه بيخليه يدخل الصور والخرائط مع المعلومات. فانت بلشتي على موادك بالمدرسة الرياضيات والاجتماعية، خلينا نحكي لما قدمتي هذا الشيء بالمدرسة كيف كان ردة فعل الاساتذة؟ شو وصفوا هذا الشغل اللي اشتغلتي عليه؟ كانوا عندنا انستين حاسوب، فكان انه انسه بتدرسنا العملي على الكمبيوتر، والثانيه بتدرسنا انه على اللوح. فاول شيء نحن كنا بالمدرسه فكنا عم نساوي هذا المشروع، فكانت دائما تطفي الكهرباء وتشعل، تطفي الكهرباء وتشعل، فما كنا نعرف نساوي ما تلحقوا تشتغلوا يروح كل الشغل. فقالت الأنسة إنه اللي بيحسن يسوي على فلاشة يجي، طبعاً ما حدا سوى على الفلاشة غيري. سويت على فلاشة، رحت عند أنسة اللي بدرسنا على الكمبيوتر، فعطيتها إياه، قالت لي إنه منشوفه محط لك عليه علامة. طبعاً الأنسة حبته، ففي طلاب كمان نساووه على المدرسة وما لحقوا فما أخذوا كل العلامة. فأنا أخذت إنه يمكن تقريباً أنا الوحيدة اللي أخذت هي العلامة التامة بصفي. هلا الحلو بتاليا انه هي كاتبه بنفس الوقت عندها اهتمامات بمجال الكمبيوتر يلي هو كمان ساعدها يمكن بالكتاب بشكل كتير كبير. تاليا حابين نعرف ايمتى حتنشري شيء من قصصك؟ قد ايه حابه يمكن تطوري مهاراتك ان كان بالكتابه او في مجال الكمبيوتر كمان؟ هلا انا يمكن هالصيفيه ممكن، انا ما عندي حساب خاص فيه، فممكن حساب البابا ممكن حساب ماما حساب بابا فممكن إنه نساوي قصة، نبحث إنه عن شغلة جديدة الناس ما كتير بيعرفوها، نبحث عنها، نحطها إنه نصورها ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف التفاعل عليها إذا الناس إنه هي الشغلة جديدة عليهم ولا لا. هدول إنه مثلاً إنه البحر
انه قديش مساحته وهيك يعني. اكيد. هلا تاليا، باعتبار البابا دائما بيساعدك بالكمبيوتر، هو استاذ بالمعلوماتيه وبيدرب، بتحضري صفوف، بتشوفي مثلا الكبار شو عم يتفرجوا على برامج، شو عم يتعلموا، بتحبي انك انت تتعلمي في برامج معينه حاطه ببالك انه انا هي بدي اتعلمها رح تفيدني اكثر بس اكبر بشغلي؟ لا، انا مسجله بالدوره مع بابا OCDA. كل شيء بيعطي بتتعلمي عليه. فهو انه انا بالمدرسه اخذ الشغلات انه اكثر من بابا هلا اللي عم يعطيها. مثلا بالباوربوينت كيف نوصل شغله لشغله. هي الشغله لما كنا عم نسوي على برنامج الباوربوينت ما طلبوا ما علمون اياها، فانا تفاجأت انه يعني ليش ما تعلمون اياها. انت حت نفسي شو هو؟ انت حت نفسي البابا يمكن بجدارتك بالكمبيوتر. تتوقع انك انت تستمر بهذا المجال تالي؟ ان شاء الله. فهلا انه بصيفية ايه اكيد، فبالشتوية بيكون في عنا دراسة فما كتير. هلا بالصيفية ايه اكيد انه بنساوي شغلات منيحة انه بتخلي الناس يستفادوا منها. بتجربي تعلمي رفقاتك كمان؟ اذا ممكن. حدا من رفقاتك بحب مثلا وما عنده هي المعلومات او ما عنده حدا مثلا يساعده او يعلمه، بتجربي؟ جرب، ليش لا؟ بدها تنافس، اكيد بدها تنافس بقوه. الحلو كمان بالموضوع فرح ان احنا عم نحكي عمر صغير كثير ويصير عندهم اهتمام عملي وعلمي اكثر من اهتمام اللي هلا عم نشوفه للاسف عند كثير اطفال من هذا العمر. يعني اذا انتبهتي حتى تاليا ما عندها حساب على الفيسبوك. تماما، وهذا شيء كثير ملفت واكيد بيرجع للاهل. يعني هون دائما بنشكر الاهل ان كان الام او الاب انه قدروا يعملوا الكنترول الصح على اولادهم لحتى يستفيدوا. تاليا، قبل ما نختم معاكي خلينا نقول كم قصة كتبتي، تحكي لنا شوي هيك عن القصص، شو أكتر شيء لفت نظرك هيك خلاكي تكتبي عنه؟ لا، أنا كتبت قصة بس مو على البرنامج الوورد، كتبته كتابة على الورق عادي. هلا هو كان في عنه قصة ماشي بالعيد الماضي، كانت عمتي تعطينا قصص ماشي، عم بابا عطانا هالقصص وقلنا نلخصهم. فانا انا لخصتهم بين اخواتي انه هن ما عرفوا يلخصوا، قعدوا يقولوا لي انه حطينا عن خط الشغلات المهمه، حطينا خط نحن من له. فانا ما قلت له على الشغله، فكروا انه هن لحالهم انه هيك لخصوا، انا لخصت لهم اياها ولخصت لحالي. كان قصص مثلا عن الدببة، انه هدول ثلاث دببة، ماني متذكره كثير القصص انا انه من زمان. أكيد يعني تاليا، نحن كتير انبسطنا أنك كنتي معنا لليوم، مبسوطين أكثر بهذا العمر الصغير مثل ما قلنا. بدي أتمنى لك كل التوفيق، بدي أتشكر الأهل سلمى اللي نحن دائما بنقول أنه هن الأساس لحتى يعملوا شخصية حلوة بأولادهم ويزرعوا فيهم أوقات حتى هوايات ممكن ما تكون موجودة وهي تنزرع، وأوقات يطوروا بهوايات وموهبات أطفالهم. تاليا شكرا كتير لإلك، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا لك تاليا، واكيد فرح يعني بنتمنى قد ما بنقدر هيك نستعرض هيك مع الناس دائما نماذج من الاطفال، نماذج من خليني اقول المبدعين المتميزين بمجالات متعدده. اكيد. لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم مع ضيوف المميزين، ومثل ما قلنا كان مسك الختام مع تاليا. موعدنا بكره بافكار جديده وضيوف جداد. كل التوفيق لطلابنا ونتائج عاليه ان شاء الله وتفوق لطلاب التاسع كمان. بكره نهار جديد، ضيوف جديده وافكار جديده. تبقوا بالف خير. نهارك حلو سلمى. نهارك حلو فرح، ونهار حلو لكل مشاهدينا. يا رب هذا اليوم يكون هيك بدايته ونكون ضيوف لطاف على قلوبكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. لا تنسوا تحضرونا بالاعاده اذا توفرت الكهرباء ومقتطفات على الانترنت مثل عاده صفحه الاخباريه. ضلوا بالف خير. باي باي.